الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أرم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، يقول سيدنا الإمام ابن رسلان رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم أمين، قال: والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. قال سيدنا الإمام الشارح الشيخ أحمد بن حجازي بن بدير الفشني الشافعي شيخ رواق الفشنية من جامع الأزهر الشريف، قال: والشافعي بالوقف، يعني هكذا الشافعي والشافعي لأجل الوزن، لأجل الوزن. قال: والإمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة النعمان بالوقف ابن ثابت الكوفي والإمام أحمد بن حنبل الشيباني وسفيان الثوري وغيرهم كسفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية أو بن راهوي وداود الظاهري وغيرهم من سائر أي باقي الأئمة رضي الله عنهم أجمعين على هدى من ربهم في العقائد. يبقى هؤلاء الأئمة يجب اعتقاد أن هؤلاء الأئمة الأكابر رضي الله عنهم ورضاهم على هدى من ربهم في العقائد، وأيضا طالما أنهم في أمر العقائد على صحة وعلى خير وعلى نور وعلى بركة يكون أقل منها مسألة الفروع، فروع الفقهية إذا كانوا في العقائد فهم على خير، كذلك فروع الفقهية فهم على خير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: على هدى من ربهم في العقائد وغيرها، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكلهم على خير وكلهم على نور وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشف من الديم. وكان قبل سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه مذهب الإمام بن جرير الطبري، وكان على عهد سيدنا الإمام مالك الليث بن سعد كان هناك الأوزاعي، كان هؤلاء الأكابر لهم أتباع يتبعونهم في الفروع، غير أن الله عز وجل قيض لهؤلاء الأئمة الأربعة تلاميذ حموا علومهم وحفظوها ودونوها وخرجوا على أصولهم التي وضعوها في الاستنباط الفقهي، في الاستنباط الفقهي. أي نعم الإمام الشافعي هو من دون في أصول الفقه، لكن يصعب علينا تصور أن إنسانا كالإمام أبي حنيفة أو كالإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول حكما فقهيا وليس راجعا إلى أصل من أصول الفقه عنده. كما قلنا إن العلوم كانت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا على دراية تامة بأصول الفقه، ولكن العلم أصول الفقه وعلم الفقه والتفسير وهذه العلوم كانت عند الصحابة عبارة عن ملكات، عبارة عن ملكات هي كيفية راسخة في النفس يدرك الإنسان بها العلوم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم العلم كملكات، ثم بعد ذلك لما بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين المتفرقات بدأ يحدث الإدراك، يحدث إيه؟ الإدراك. ثم بعد ذلك بدأوا يدققون فبدأت عندهم مسائل، بدأوا عندهم إيه؟ مسائل. إذن فالعلم عند هؤلاء كان عبارة عن
ملكات، ثم بعد ذلك أصبح إدراكا، ثم بعد ذلك تحول إلى مسائل. عندنا بعدهم بدأ لقلة ملكة اللغة العربية عند من بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم بالمقارنة بهم، بدأوا يتعلمون المسائل أولا، ثم بعد ذلك بدأ يحدث الإدراك، ثم بعد ذلك بدأ تحدث ملكة الاجتهاد، يبقى هم مسكين الهرب من فوق المسكين من تحت. ما يجيش الآن طالب علم يقرأ قرآنا ويحفظ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكله يجتهد في الدين أبدا، لأن اللغة القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فلا بد لمن يفهم القرآن، لمن يريد أن يفهم القرآن والسنة من خلال الرجوع إليهما مباشرة، لا بد أن يكون على إحاطة تامة باللغة العربية وقواعدها ودلالات الألفاظ. رضي الله تعالى عن هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وارضاهم. لأجل ذلك الأئمة الأربعة الذين أتوا من بعدهم وتلامذتهم لم يجتري أحد منهم على الدعاء الاجتهاد، أو لم يقل أحد منهم إنني خرجت من ربقة مالك أو من ربقة أبي حنيفة أو من ربقة الشافعي أو من ربقة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وارضاهم، بل إذا تمعنوا في كتب هؤلاء يجدون أن كل كلمة لها دلالتها وموضوعة في موضوعها التي لا يجوز أن تحذفها وتبقي مكانها كلمة أخرى. فرضي الله تعالى عن هؤلاء الأئمة الأكابر، ولا نقع في عرض أحد، يا إما يجب اعتقاده ألا نقع في عرض أحد من علماء الأمة رضي الله عنهم وارضاهم، كلهم على هدى وكلهم على نور. والاختلاف الواقع بينهم في طريق الاجتهاد رحمة للأمة رضي الله عنهم وارضاهم. مما يحكى عنه إن الشيخ محمد الغزالي الأزهري رضي الله عنه وارضاه قال له أحدهم إننا نعلم الناس اتباع الكتاب والسنة والناس تاب إلى الابتداع. فقال له الشيخ محمد الغزالي على سبيل المدرجة في الكلام، قال له ليت الأمر يقتصر عند هذا فحسب، بل إنكم تخدشون أقدار الأئمة وتتركون انقسامات عنيفة بين الشباب، والإسلام الصحيح لا يؤيد هذا المنهج. إن تصوركم إن الفقه المذهبي يستقي من نبع آخر غير الكتاب والسنة تصور غير صحيح. وإذا كان من حقكم أن تقتنعوا برأيي فمن حق غيركم أن يقتنع برأيه، ولا مكان لحرب ولا ضرب، والقطر الإسلامي قطر رحب. لأجل ذلك أنا كشافعي لا أذهب إلى بلاد المغرب وأفتي بمذهب السادة الشافعي، علم من هناك موجود مذهب سيدنا مالك رضي الله عنه وارضاهم، ولا أذهب إلى أرض الحجاز وأفتي بغير مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا إذا سمحوا الديار وقالوا لهم يجوز لنا على سبيل التوسع في الفتوى. عندنا في مصر بادر الأزهر الشريف بفضل الله رب العالمين نفتي على المذاهب الأربعة، بل ويتعدى مكان الإفتاء أكثر من الأئمة كمان. ما ممكن أن نأخذ بقول الليث أو قول الأوزاعي أو قول ابن تيمية أو قول غير من أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يبقى لابد من فهم هذا الأمر. لا نقع في عرض أحد من الأئمة. قال الإمام ابن عساكر كما نقل ذلك الإمام النووي في مقدمة المجموع، قال اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، وغاية الله أي وعادة الله في انتهاك أعراض منتقصين معلومة، وأن من عرض لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا أدل من ذلك أن الله عز وجل لم يتوعد بالحرب إلا اثنين، الأول آكل الربا، قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الثاني الذي يعادي وليا من أولياء الله عز وجل. قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم
من قال الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام أبو حنيفة وتروى أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل: إذا لم يكن الفقهاء أولياء الله فلا نعلم لله ولي، فلا نعلم إيه لله ولي. إذا لم يكن الفقيه المنكب على الدراسة والعلم وعلى العمل بعلمه من أولياء الله، فمن يكون أولياء الله؟ هكذا قول السادة رضي الله عنه وارضاهم. قال: والالتفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه، والاختلاف الواقع بينهم في طريقة الاجتهاد. الإمام أمامه القرآن وأمامه السنة وأمامه الإجماع وأمامه القياس، لم يأتي عند واحد من أولياء الأئمة نص قطعي ثبوت قطعي الدلالة ورفضوا أبدا، بل إن الطريقة من الاجتهاد في قطعي الثبوت ظني الدلالة كما أخذنا من قبل، وفي السنة المتواترة من حيث الثبوت قطعية الثبوت، لكن منها ما هو ظن الدلالة ومنه ما هو قطع الدلالة، والحديث الأحاد منه ما هو قطع الدلالة ومنه ما هو ظن الدلالة، والإجماع طريق الوصول إلى الإجماع، وهل هناك الإجماع السقوط يحتج به أو لا يحتج به، والقياس ومسالك العلة عند الأكابر تقرؤون تجد الخلاف ليس مبنيا على هوى، بل هو مبني على تحقيق علمي فريد لم يشهد التاريخ مثل هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وارضاهم في طرق الاستنباط. وجدوا أن القرآن والسنة والإجماع والقياس ليسوا كافيين في أحكام شرعية في فروع فقهية نشأت، فبدأوا يبحثون عن أداة أخرى، فإذ بأحدهم يأخذ بقول الصحابي والثاني لا يأخذ بقول الصحابي، والثالث يقول أخذ بقول الصحابي إذا وافق إجماع. يأتون عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وارضاهم ورضي الله عنه، وجد أن هؤلاء الأربعة غير كافي، طب ماذا يفعل؟ وجد عمل أهل المدينة، وهو يقدم عمل أهل المدينة على الأحاد، ليس لأن الأحاد غير ثابت عنده أبدا، بل إن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة أدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واحد قد يخطأ أو يصيب قد يحفظ أو ينسى، يعني ليس المسألة مسألة هوى أبدا. الإمام مالك لما أخذ بعمل أهل المدينة وجد مين أهل المدينة؟ دول أبناء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طيب ما يكونوا كلهم مجمعون على أمر يكون عندهم الصواب ولا بحديث واحد؟ هذا الحديث أحد، ما ممكن أن يكون صاحبه مخطئا في نقل أو يكون ناسيا له إلى آخره. هكذا الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم. الاستحسان وحجية الاستحسان للاستصحاب وحجية الاستصحاب، وهكذا تقرؤون تجد أن كل كلمة، والمفروض الإنسان عندما يقرأ في كل فرع فقهي يرجعه إلى قاعدته، تجد البعض يراجع إلى القرآن أو إلى السنة أو إلى إجماع أو إلى قياس أو إلى استصحاب أو إلى استحسان أو إلى إجماع أهل المدينة إلى آخره في كتب الأئمة. قال: والاختلاف رحمة لورود حديث ورد اختلاف أصحابي رحمة. الصحابة فيما بينهم اختلفوا، وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه: لم ما سرني أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني لو لم يختلفوا ما كانش هذا الكلام يسر سيدنا عمر بن عبد العزيز، إنما سره أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم، عشان هم يختلفوا يبقى يتركوا فيما بينهم اختلاف. ألف أحد الأئمة كتابا سماه اختلاف الفقهاء، اختلاف ايه؟ الفقهاء. فقال له ابن حنبل: ماذا سميت كتابك؟ قال له: سميته اختلاف الفقهاء. قال له: بل سمه كتاب السعة، سميه كتاب ايه؟ السعة، توسع على الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: والأولياء بالوقف منهم؟ قال: العارفون بالله، العارفون بالله تعالى على حسب ما يمكن، المواظبون على الطاعات، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات. ما هؤلاء؟ أين الخبر؟ قال: ذو، يعني أصحاب كرامات جائزة، وهي جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة
غير مقارن لدعوى النبوة، فإن قارن دعوى النبوة فهي معجزة، فهي معجزة ولا تكون إلا النبي. قال: والكتاب والسنة ناطقان بذلك، فمن ذلك قصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، وأهل الكهف وعرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أصف بن برخية. ويقال إن هذا كما قلت سيدنا الشيخ الشعراوي إن الذي عنده من الكتاب يقصد به سيدنا سليمان نفسه، يعني على سبيل الالتفات، على سبيل الالتفات يعني. قال: وخبر البقرة المشهورة في الصحيحين والكرامات رتب، يعني متفاوتة كتفاوت معجزات الأنبياء لما تواتر عن كثير من الصحابة، بحيث لا يمكن إنكاره كجران النيل بكتابه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورؤيته وهو على المنبر جيشه بنهاوند، حتى قال لأمير الجيوش الجيش: يا سارية، بعضهم يقول يا سارية الجبل، أبدا، يا سارية الجبل الجبل. لماذا يا سارية؟ منادى مفرد، منادى ايه؟ مفرد، مش يا سارية الجبل. سيد الجبل من تكاد جعلت الجبل كأنه ايه؟ جزء من سارية، جزء ايه؟ من سارية، اسمه يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل الجبل، محذرة له من وراء الجبل لمكر العدو. وهناك قال ايضا: وسماع سارية كلام، وسماع سارية كلام هو رضي الله تعالى عنه وارضاه. وليست الكرامة في رؤية عمر فقط، انما الكرامة ايضا في سماع سيدنا سارية مع بعد المسافة، وكشرب خالد السمة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في سارية من السرايا، قوله: تعال نحن لا نعترف بالقتال، تعال اهو السم، اشرب السم ونحن ندخل الاسلام، فشرب سيدنا خالد السم ولم يصبه بأذى، قال: من غير ضرر به وغير ذلك. ثم اشار الناظم الى ان بعض الكرامات ممتنعة على قوله، قال: وما انتهوا، اي ما بلغوا من كرامتهم لولد يولد من غير اب، ولا الى قلب جماد حيوانا، كذا قاله القشيري، الامام القشيري رضي الله عنه وارضاه صاحب الرسالة في علم التصوف. قال التاج السبكي: وهذا حق، يخصص قول غيره، ما جاز ان يكون معجزة للنبي جاز ان يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما غير التحدي. وضعف الزركشي، الامام الزركشي هذا صاحب كتاب ايه؟ البرهان في علوم القرآن رضي الله عنه، صاحب كتاب البحر المحيط، البحر ايه؟ المحيط في اصول الفقه. قال: وضعف الزركشي ما قاله القشيري، وقال الجمهور على خلافه، وقال الجمهور على خلافه، يعني قال الامام الزركشي الجمهور على خلاف ما قاله الامام القشيري رضي الله عنه وارضاه، وقد انكروه على القشيري حتى ولده ابو نصر. يبقى ما عندنا في الدين ايه؟ ما فيش محاباة، مش يعني مثلا دي تعلموها جيدا، ان امتنا دي امة ذات حضارة، يعني تجد الاب الكبير عالم وابنه عالم وابنه عالم، والتالت يختلف فيما بينه. الامام القشيري قال ان الكرامة ما ينتهيش لولد من غير اب، راح خلفه ابنه. وتجدون في كتب الحديث احد العلماء في الجرح يقول عن والده وهو غير ثقة، يقول ايه؟ هو غير ثقة، ده ابوه يقول وهو غير ثقة، وهو مجهول، وهو ضعيف، او هو كذاب، تجد كده حاجة غريبة. ودي لابد البحث دي يقرأ او يبحثوا فيه حاجة تسمى بالأسرة العلمية في 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 على مستوى الأمة الإسلامية، بس عندنا هنا في مصر أسرة الشيخ السبكي، التقي السبكي والتاجي السبكي والأكابر، تجد مثلا أسرة آل تيمية، الشيخ المجد بن تيمية وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تجد مثلا أسرة ابن قدامة، دي مثلا من الأسر العلمية. عندنا مثلا هنا أسرة الشيخ السبكي، الشيخ محمود خطاب السبكي الذي أنشأ جماعة الشاطعية، والشيخ يوسف والشيخ أمين السبكي إلى آخره. تجد مثلا السادة الكتانية في المغرب، السادة الصديقية اللي هو السيد محمد بن صديق الغماري وابنائه الست
دي أسر علمية موجودة، أسرة السادة السباعية تلاميذ الشيخ الدردير رضي الله عنه وارضاه، الأسرة دي لها خصائص. أسرة الشيخ الكردي، الشيخ إيه؟ كردي، الشيخ محمد أمين الكردي تلميذ الشيخ الإسلام سليم البشري، وابنه الشيخ نجم الدين الكردي رضي الله عنه وارضاه. والشيخ نجم الدين الكردي أنجب 7 من الدكتور عبد الرحمن والشيخ ضياء والشيخ سيف، كلهم أهل علم وأهل بركة. الأسر العلمية دي لابد أن نرجع ونشوف إيه خصائص هذه الأسر العلمية على مر العصور. قال: وقد أنكروا على القشيري حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد، وإمام الحرمين، والنووي في كتاب البر والصلة في شرح مسلم بن الحجاج القشيري، فقال: إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعها، فثبت أن الصواب جريانها بقلب الأعيان، وأن ما قاله الناظم مرجوح. تنبيه: الولي فيه وجهان، أحدهما أنه فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى إيه؟ مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فعلى هذا هو من يتولى الله رعايته وحفظه، من يتولى الله رعايته وحفظه، فلا يكله إلى غيره ونفسه لحظة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، كما قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. والوجه الثاني في فعيل أنه فعيل مبالغة في فاعل، مبالغة في فاعل، كرحيم وعليم بمعنى راحم وعالم. فعلى هذا ومن يتولى عبادة الله تعالى من غير أن يتخللها عصيان أو فتور، وكلا المعنيين شرط في الولاية. اثنين شرط في الولاية، أن يكون محفوظا بحفظ الله عز وجل، وأن تتولى الله عز وجل بعبادته، وأن تقوم في مقامك الله عز وجل فيه. إن مقامك حيث أقامك، إن مقامك حيث أقامك. أول حكم من حكم سيدنا ابن عطاء رضي الله عنه وارضاه، أول حكم. ثاني حكمة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. يعني يرضى بما أقامك الله فيه، أقامك الله عز وجل في مقام الأسباب، وتريد أن تتخطى مقام الأسباب إلى مقام التجريد، لهذا عندك اسمها شهوة خفية. شهوة إيه؟ خفية. طب ربنا أقامك في مقام التجريد علاك تريد أن ترجع بنفسك إلى دار الأسباب، ودي انحطاط عن الهمة العالية، انحطاط عن الهمة العالية. هكذا قال ساداتنا رضي الله عنهم وارضاهم. قالوا: فمن شرط الولي أن يكون محفوظا. فرق بين الحفظ وفرق بين العصمة. العصمة دي واجبة الأنبياء والرسل، أما الحفظ فهو للأولياء، أن يحفظهم الله، أن يحفظ الله ظاهرهم وباطنهم عن المعصية، لكن عقلا وشرعا من ممكن أن يقع في المعصية، لكن بحفظ الله عز وجل لا يقع بإذن الله عز وجل. وكم رأينا من مشايخ أكابر بلغوا من العمر 70 و80 و90 يقول: أنا ما لا أتذكر أني في يوم من الأيام عصيت الله، يقول كده: أنا ما تذكرت في يوم من الأيام عصيت الله عز وجل، من يوم كده أنا طالع أقرأ القرآن وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكم وجدنا كده من مشايخ الأزهر الشريف لم يعرف عنهم معصية، لم يعرف عنهم معصية، حفظهم الله عز وجل. هل ده بحول الولي أو قوته؟ أبدا. ده الولي أول حاجة تعلمها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا شيخ مشايخنا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه كان في رواقي المغاربة في تاني تكة كده، قعد في هنا في المكان ده 50 سنة، 50 سنة يقرأ القرآن ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ هذا المكان خلوة، وكان له درس جمعة شهير يجلس هنا عند العمود الأسمر هنا يلقي الدرس، وهذا صحن الجامع الأزهر يمتلئ بالناس. من بعد الجمعة يلقي درسه إلى صلاة العصر رضي الله تعالى عن هؤلاء. دعنا مشايخنا لك ما شهدناه عصى الله قط، ما شهدناه عصى الله قط. هكذا
قال: فمن شرط الولي أن يكون محفوظا، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما. فكل يبقى إذن، طب وما المقصود بالعصمة في حزب البحر لسيد أبي الحسن؟ إنه قال: اللهم عصمني في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات ومن الظنون والشكوك والأوهام إلى آخره. قال: المقصود بالعصمة هنا الحفظ، المقصود بالعصمة هنا الحفظ. ولأجل ذلك يرد على الشيخ ابن تيمية رحمه الله الذي قال، رد على الشيخ أبي الحسن وقال: لا، ده بيدعي العصمة. لا، المقصود بالعصمة هنا الحفظ، ولم يقصد بها العصمة التي هي للأنبياء. قال: فكل من كان للشرع عليه اعتراض فليس بولي. ليه؟ الولي لابد أن يسير الله عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، بجناحي الخوف والرجاء. علمنا هذا مقيد من الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فلا يقتدى به في هذا الأمر. إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فاعرضوا أعماله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهو ولي للرحمن، وإلا فهو ولي للشيطان. هو قواعد كده مسلمة عند الأكابر. عشان كده راحوا وضعوا علم سموه قواعد التصوف. قواعد ايه؟ عشان يقولوا يا اخواننا في ناس دخلاء، في ناس لم يحسنوا هذا العلم، ناس دخلوا في هذا العلم وخرجوا بتراب، ماذا نفعل؟ واذا نذهب بالتراب بعيدا وناتي بالصافي ونعلمه الناس ونربي الناس عليه. هكذا الشيخ الغزالي يقول: ولكن قد يدخل هذا المجال غبي فلا يخرج إلا بكفكف من التراب. كان يقول هذا الكلام. عشان كده إلى إما الأكابر راح وضعوا قواعد، أو اللي مش على القواعد دي وهو الصوفي، اللي مش مش على القواعد دي ليس بصوفي أبدا. قال: فكل من كان للشرع عليه اعتراض فليس بولي، بل هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى. الطريق يعني طريق، الطريق إلى الله عز وجل، طريق الإنسان يخلص نفسه من كدرته النفس البشرية، إن النفس دي أمارة بالسوء. إزاي الإنسان يرتقي من نفس إلى نفس؟ يقول الصوفي رضي الله عنه وارضاه: نفس أمارة بالسوء ده هو الأمر، ثم بعد ذلك ينتقي الإنسان إلى نفس أمارة، النفس لوامة، بعد كده نفس ملهمة، بعد كده نفس راضية مرضية، نفس مطمئنة، نفس كاملة، النفوس السبعة عند السادة الصوفي. فإذا انتهى الإنسان خلاص وصل وانتهى من نفس الكاملة، خلاص ها أنت وربك. الطريق ليس المقصود أنت، فأول طريق تجد الله عز وجل الموجود في مكان أبدا، الله لا يحويه مكان ولا يجعل عليه زمان، لكن خلاص الطريق إلى المسافة التي قطعت بها نفسك وخلصتها من قدرات البشرية، خلاص أنت كذا صرت عبدا ربانيا، صرت عبدا ربانيا. وربنا أمرنا كده في القرآن، قال: ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وربنا قال في القرآن العظيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. زي ما في ظاهر الإثم اللي هو الشيء الظاهر، ذنب عظيم إنسان يفعله، يكذب، إنسان يزني، إنسان يسرق، في أيضا إنسان يحقد، في إنسان أيضا يحسد، في إنسان عنده بغضاء شحناء، إنسان عنده عجب، عنده الأنا التي أذاقت أهلها شر العنى وحالت بينهم وبين طلب المنى. هل من الشرع أن الإنسان يخلص قلبه، يخلص نفسه من الذنوب الظاهرة ويترك الباطنة؟ أبدا، لابد من الاثنين، لابد من الاثنين. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه: من مات ولم يتضلع من علومنا هذه مات مصرا على الكبائر وهو لا يدري، مات مصرا على الكبائر وهو لا يدري. قال الإمام الغزالي أبو حامد رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الإحياء ماذا قال؟ قال: والسلوك والدخول في هذه الطريقة
فرض عين. قال لأنه ما من نفس إلا وفيها هذه الكدورات إلا نفوس الأنبياء. لنفوس الأنبياء. طيب يبقى إذا الدخول إليه والسلوك هذا الطريق فرض عين مش مندوب. قال واعلم أنه لابد من نصب إمام كما سيأتي في كلامه، وكان الأولى تقديمه على قوله ولم يجز. يعني هو بعد ذلك هيقول لي بعد ذلك وواجب نصب إمام عادل. هنا الشيخ قال ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. يعني فوق أن يذكر الأول ننصب الأول ما حكم أن ينصب إمام، ثم زي كده تكلم عن جواز الخروج. لكن هنا الشيخ اعترض قال له ايه، وكان الأولى أن يقدم تنصيب الإمام على الخروج عليه. قال ولم يجز في عروض ارتكاب الإمام شيئا من المعاصي بينهم غير محض الكفر، ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا الأمة على الإمام ولي الأمر عليه ولي الأمر. وطبعا المسألة دي فيها كلام كثير، فيها كلام كثير. ما المقصود بولي الأمر؟ هل المقصود به الحاكم العادي؟ وهل المقصود به الخليفة، خليفة المسلمين؟ الذين قالوا ان في احكام المقصود بالامام في الكتب في عند سادتنا خليفة المسلمين، خليفة ايه؟ مسلمين. اللي هو مثلا الحاكم في الدولة خليفة الخليفة الراشد، خلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، الدولة العثمانية إلى آخره. هذه يعتبر اسمه حاكم إسلام، حاكم إيه؟ إسلام الخليفة. سقطت الخلافة الإسلامية عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك. طيب كان هناك أحكام منوطة بالحاكم الإسلامي بالخليفة المسلم فقه الإسلامي، مثل تجيش الجيوش، تجيش إيه؟ الجيوش، والخروج، والدعوة إلى الله عز وجل اللي هو مقصود به جهاد الطلب وجهاد الدفع إلى آخره. هذه الأحكام بقى حكمها فين دلوقتي من 1924؟ اختلف العلماء. طبعا منذ أن سقطت الخلافة صار المسلمون متفرقين كحبات العقد، متفرقين ايه؟ كحبات العقد. كل حاكم مصر، حاكم الحجاز، حاكم البحرين، حاكم كده، هل يجري عليه حكم ما كان في الخلافة الإسلامية ولا لا؟ وقع الخلاف بين العلماء، فقال أحدهم أبدا، لقد ذهب الحكم لذهاب المحل. ذهب الحكم ايه؟ لذهاب المحل. يعني ايه؟ الله عز وجل امرني في الوضوء ان اغسل يدي لهم، قطعت هذه اليد، فماذا افعل؟ اتوضا ازاي؟ هذا ركن، هذا ركن اركان وضوء، فهل اغسل الباقي ولا لا؟ فاختلفوا ايضا هنا في هذه المساله. احدهم قال ذهب الحكم لذهاب المحل، والبعض قال لا، بل تغسله بقدره. تغسله ايه؟ بقدره. بالضبط في هذه المسألة بعضهم قال لا، ان الاحكام المنوطة بالخلافة خليفة المسلم دي ذهبت لذهب محله. بعضهم قال لا، ده يحل مكانه الحاكم، يحل مكانه ايه؟ حاكم، اللي هو حاكم كل دولة مسلمة. ورأيان موجودان، والمسألة ظنية وليست مسألة قطعية، المسألة ظنية وليست قطعية أبدا. قال ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على الإمام ولي الأمر، ولي الأمر باتفاق، بشرط إن كان عادلا، إن كان عادلا، وعلى الأصح إن كان جائرا. يعني مع ذلك إن كان جائرا يبقى فيه خلاف، إن الشيخ قال وعلى الأصح، يبقى مقابل الأصح إن كان جائرا يخرج يجوز الخروج عليه كما في كلام الشيخ. قال وعلى الأصح إن كان جائرا، إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، ولم يزل السلف ينقادون لهم لا يرون الخروج عليه مع ظهور ذلك
وانتشاره منهم. ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي، وقد قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة بكسر الراء هي العروة، هي العروة. هذا الكلام مقيد، هذا الكلام ايه مقيد. ننظر الى ماذا قال شمس الرملي في هذه المسألة، ماذا قال؟ قال أن يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين، أي ويحرم قتاله بإجماع المسلمين. لماذا؟ قال لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع، ما لم يخالف إيه؟ حكم الشرع، يصف الأمور قطعية وإن كان جائرة. قال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقا ظالمين، لكن يجب الفرق بين الخروج وبين الأمر بالنهي بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا أمر وهذا أمر. لم يزل السلف رضي الله عنهم وارضاهم ينصحون الحكام ويأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر. الخروج أمر والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر آخر. هنا وجدنا مشايخنا مشايخ الجامع الأزهر الشريف الشيخ الدردي رضي الله عنه وارضاه كان بمقدار أن يعزل الحاكم، كان بمقدار إيه؟ هذا الحاكم، وكان أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. الشيخ المراغي كان على هذا المنوال، وقديما الشيخ الدردي رضي الله عنه وارضاه ذهب للحاكم الخديوي فطلب منه امرا ان يرد مظلمة عند الناس، يعني هو ظلم الناس، قال له رد الناس مظلمتهم. فالخديوي خالف قول الشيخ الدردير، الشيخ الدردير المتوفى سنة 1201 هجرية مولود 1127 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما كرم الشيخ الدردير الى ان اغلق الجامع الازهر وخلى الطلبة الصغار يصعدون خلف فوق الازهر ويدعون على هذا الخديوي، دعونا على هذا الخديوي، حتى اتى اليه الخديوي صغيرا قال له يا شيخ درديري كل ما شئت انفذ، كل ما شئت انفذ، كان امر معروف ونهيا عن منكر، هذا امر، الخروج عليه امر اخر. قال النووي في شرح مسلم ان الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقا ظالمين، وهو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل. يعني نفرض ان انسان خرج يكون متى حرام؟ اذا خرج عليهم بلا عذر ولا تأويل، لكن اذا خرج عليهم بعذر او تأويل فتقرؤون هذا في كتاب الباغي، كتاب ايه؟ الباغي، كتاب البغاة. وليس كل باغي فاسقا، وليس كل باغي فاسقا، كما نص على ذلك الشيخ الشهاب الرملي في شرحه. قال وخرج بقول المصنف ولي الأمر ما لم طر عليه كفر، يعني كان مسلما ثم كفر، فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته، ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله، ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم ذلك. ويمكن أن يستفاد هذا من قوله في غير محض الكفر بجعل فيه للتعليل، يعني ايه؟ ولم يجز في غيره، يعني لغير محض الكفر، كما في قوله لمسكم فيما أفضتم، أي لم يجز لأجل غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. طبعا أولا يجب أصلا أن ينصب إمام، ينصب إمام، وهذا تقرؤونه في كتب الأصول، في كتب الأصول عند التكلم على الواجب المعين والواجب المخير، الواجب المعين والواجب المخير. يقول إيه العلماء؟ قالوا الواجب بالنظر إلى نفس الفعل، إلى الفعل ينقسم إلى واجب معين واجب مخير. الواجب المعين كذلك الصلاة، يقول الشيخ البيضاوي الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة، قد يتعلق بمعين كالصلاة،
واجب ده على كل فرض طالما انسان بلغ واجب عليه ان يصلي. قال الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة وقد يتعلق بمبهم. قد يتعلق ايه بمبهم كأحد خصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. ونصب أحد المستعدين للإمامة يعني الله إحنا الآن خليفة المسلم انتقل إلى رحمة الله عز وجل، ثلاثة ترشحوا لهذا الأمر أن يكون خليفة مسلمة، يبقى يجب علينا أن ننصب واحدا مبهما من الثلاثة، من إيه الثلاثة أو الأربعة أو العشرة إلى آخره، يبقى تختار هذا ولا ذاك ولا ذاك. قال الشيخ قال ايه وقد يتعلق موها من كأحد خصال الكفارة ونصب أحد المستعدين إمامة. لماذا ساق هذين المثالين؟ قال إن الواجب المخير هذا منه ما لا يجوز الجمع بين أفراده، ما لا يجوز الجمع بين أفراده، وهذا كنصب أحد المستعدين إمامة لابد أن يكون واحدا فقط. قال وخصال الكفارة ما ممكن أن أجمع بين الثلاثة، الإطعام والكسوة والعتق، للإطعام والكسوة إيه والعتق. وساق الشيخ هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ليقول لنا إن هذا فعلا واجب مخير وهذا واجب مخير، لكن الواجب المخير تعني نصب أحد المستعدين إمامة لابد أن يكون واحدا، لكن الآخر يجوز الجمع بين أفراده، يجوز الجمع بين أفراده ويجب إيه نصب إمام عدل. قال وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه من فارق الجماعة فقد قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والحمد لله رب العالمين، اللهم أمتنا على الكتاب والسنة وأمتنا على السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار، عليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار. والحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي تختلف على 73 كلها في النار إلى آخر، قال ما أنا عليه وأصحابي أو قال الجماعة إلى آخره. المقصود بالأمة هنا في الحديث ليست أمة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، المقصود هنا أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. الأمة أمتان، أمة الدعوة اللي هم الآن اليهود والنصارى والمجوس والهند، كل هؤلاء اسم أمة الدعوة، أمة إيه؟ أي محل لدعوة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا دخل في الأمة الناجية، الأمة إيه؟ النجية التي هي أمة الإجابة. فحينما يقول كلها في النار إلا واحدة يعني يدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس، مش الاختلاف بعض المفسر هذا لأن الاختلاف يكون في هذا واقع في أمة الإجابة، فيقول لا دوم المسلمين اللي بقول إلى حمد رسول الله 72 منهم في النار واحدة بس إيه في الجنة. ده حينئذ كان من الواجب أن يقول الله عز وجل كنتم شر أمة أخرجت للناس، أي أمة هذه اللي يكون 72 فرقة منها داخلين النار واحدة بس داخل الجنة؟ أبدا، بل ورد على خلاف ذلك، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى النضن قال كنتم خير من أخرجت للناس، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أكثركم يوم القيامة وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن فالخلاف الواقع في الأمة هذه هذا خلاف كله في مسألة فروع، وكل الذي يقول لا إله إلا الله فهو مسلم وهو داخل في أمة الإجابة إن شاء الله، أما الباقين فهم أمة الدعوة ونحن نتمنى هدايته، والله هدايته محب إلينا، وندعو الله عز وجل ونقول نحن هنا في الأزهر الشريف ندعو كل أبيض وأسود بدعوة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا عباد الله إن ديننا دين يسر ودين سماحة ودين خير ودين بركة. ندعو كل الناس، ندعو اليهود وندعو النصارى وندعو المجوس، ونقول القضية وما فيها إن يجب علينا أن نحن نرى إيه هي المساوئ التي ألصقها
أعداء الإسلام للإسلام ونحاول نخلصها. يا أخواننا ديننا غير مفهوم عند كثير من الناس. لمن فاهم دين نقول يا أخواننا ديننا ده مبني على أمور سلسة، مبني على الرحمة، مبني على السلام. ديننا ليس دين إرهاب، ديننا دين رحمة ودين شفقة على الأمة. ديننا يقدس حقوق المرأة، يقدس حقوق الرجل، يقدس حقوق الطفل. عندنا نحترم الحيوانات. عندنا دخلت امرأة النار في هرة، لا هي تركتها ولا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عندنا أن رجل دخل الجنة في لأنه سقى كلب. هو دي دين ندعو الناس ونقول لهم يا أخوانا تعالوا إلى دين. واللي مختلف معنا في الرأي مرحبا، نجلس على بيض الحوار. احنا ما عندناش إرهاب فكري، احنا عندنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونقف عند هذا الحد من قول الشيخ، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر غفل وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم مسنا امورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الاقبال عليك، واكفنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الانس والجان، واخلع علينا خلع الرضوان، وهب لنا حقيقة الايمان، وتولى قبض روحنا عند الاجل بذلك مع شدة شوق الى لقائك يا رحمن. اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.